نحن اليوم جاي نطلب ايد جيدة لسعيد. يعني شو بدي لك غير البيت بيتكم والبنت بنتكم؟ يسلم البيت وصحابه يا عمي. ولا يهمك عمو، نحن ان شاء الله ما نتأخر ومنرد عليكم خبر. بس انا ما توقعت يعني تطلب وقت للتفكير. على حد علمي البنت موافقة، يعني ليش التفكير؟ عمو انتوا اهلنا وعلى راسنا من فوق وجايين تطلبوا اختنا، فمو من حقنا ناخد يومين ثلاثة ونرد لكم خبر؟ بعدين بصراحة يعني أنا جيدة طلبت مني رسمياً